يا صباح السعادة والجمال والخروج والانبساط والفسح والسفر، أهلا بيكم في جولة جديدة من مكان جديد. أنت متخيل إن أهم أثر إسلامي موجود في بلدك ببلاش وانت لحد دلوقتي لسه منزلتش تزوره؟ يعني حرام بجد. يعني يا جماعة الاماكن موجودة جنبكم كتير، بس انتوا ما بتخرجوش. اخرجوا، تعالوا هنا، تعالوا هتتبسطوا، هتغيروا جو، هتفرحوا، ومش هتدفعوا ولا جنيه. خليني اقول لكم ان مدخل المسجد اللي ورايا ده من اكبر المداخل في العالم الاسلامي كله، او اكبر مدخل اسلامي، او اكبر مدخل مسجد في العالم الاسلامي كله. المدرسة دي بقى زمان كان زيها زي اي جامعة دلوقتي، فيها اربع كليات: الكلية الحنفية، الكلية الشافعية، الكلية المالكية، الكلية الحنبلية. والاربع ايوانات اللي حوالينا دول كانوا مصممين لطلبة المدارس دي، أو لطلبة الدراسة، أو طلبة العلم اللي كانوا بيدرسوا هنا. يعني هنا مثلا ده إيوان الحنفية، ده إيوان الشافعية، ده إيوان الملكية، ده إيوان الحنبلية، تمام. النافورة اللي هنا دي بقى، يعني النافورة اللي ورانا دي كانت اسمها النافورة الفوارة. وطبعا لما كان بيجي حد من الملوك او حد مهم، يعني تقريبا كانت بتطلع زي مية ياخدوا منها يعملوا عصير ليمون، حاجات زي كده يعني. مساحة المسجد ده اكتر من 7000 متر، وعمره اكتر من 700 سنة. في المسجد هنا هتلاقي راحة نفسية مرعبة، يعني حاجة كده قمة الجمال المعماري والتشييد والبناء. وكمان جوه المسجد او جوه المدرسة دي فعلا المكان مريح نفسيا. اعتقد هنا سواء الجو كان حر جدا او ساعة جدا، المكان دايما تبقى مبسوط وانت قاعد. يعني بجد الهواء هنا حلو جدا جدا جدا، ونقي جدا جدا جدا. مش عارف، يعني انا حاسس انه الهواء هنا كويس، يعني حاسس انه المكان لطيف، حاسس ان المكان تكييف رباني يعني. او انا حاسس انه انا قاعد في تكييف تحت، يعني انا قاعد تحت تكييف مع ان الشمس طالعه اهي والدنيا جميله بره وفي شمس، الجو مش ساقع بره، بس هنا الجو ساقع جدا. يعني حاسس ان الجو ساقع. المسجد ده فعلا قمه المعمار الاسلامي، او احلى حاجه في المعمار الاسلامي حصلت. بص، انت تقعد هنا وتستكانيس وتروق دماغك وتريح بالك، هدوء وسلام نفسي كده جميل ومريح، حاجة كده قاعدة بجد تفصلك عن اي حاجة تانية برا. من الحظ الحلو كمان ان انا جيت والمكان لسه بدري خالص، المكان لسه فاتح، المكان بيفتح الساعة 9 الصبح. حظ الحلو ان انا جيت هنا ومفيش اي حد تاني معايا في المكان، فهدوء بقى وانشكاح وانت كده قاعد مستكانيس. الخروجة دي كلفتني كام بقى؟ الخروجة دي ما كلفتنيش ولا جنيه غير فلوس مواصلاتي. مفيش حد يعني، هنا مفيش رسوم، الزيارة مفتوحة كل يوم من الساعة 9 الصبح، تقدر تيجي في اي وقت، هتخرج وتغير جو ببلاش في القاهرة هنا. خروجة ببلاش وحلوة وزي الفل. عايز اقول لكم كمان على حاجة مهمة، مش معنى ان انا بصور اثار او اماكن اثرية او اماكن تاريخية ان انا ابقى راجل مثلا شاطر في التاريخ او شاطر في الاثار. لا، انا ولا شاطر في التاريخ ولا شاطر في الاثار، بس انا حابب اوصل لكم فكرة انه في مكان هنا في القاهرة الخروجة فيه ببلاش، هتغير جو، هتعرف اكتر عن حضارة بلدك وتاريخ بلدك، هتتفسح، مش هتدفع ولا جنيه، هتتبسط، وفي نفس الوقت هتشجع سياحة بلدك، وهتعرف ليه السياح بيجوا من اخر الدنيا عشان يزوروا الاماكن اللي انت ممكن اصلا تكون ساكن جنبها ولحد دلوقتي ما زرتهاش. فانا راجل جاي اقول لك ازاي ممكن تخرج وتتفسح ببلاش في مكانك في القاهرة هنا من غير ما تدفع فلوس زي ما قلت لك ببلاش، في نفس الوقت تعرف تاريخ بلدك، اثار بلدك، تتفرج على تاريخ بلدك واثار بلدك، تشجع السياحة الداخلية في مصر، تشوف اماكن انت ما شفتهاش قبل كده، والموضوع مش مكلف زي ما قلنا.
وانا مش متخصص ولا في التاريخ ولا في الاثار، لا المكان حلو وتاخد كام صورة حلوة انت واصحابك، انت وولادك، انت وقرايبك، انت واخواتك، تاخد كام صورة حلوة، تقعد شوية في المكان، هتتبسط، هتتفسح. وزي ما قلنا في البداية الموضوع مش مكلف خالص. اللي بستغربه بقى ان ممكن يكون حد ساكن جنب الجامع او كل يوم بيعدي عليه، باعتبار ان المسجد يعني في ميدان زي ميدان القلعة او بيودي على ميدان العتبة، وناس كتير جدا بتروح العتبة زي ما احنا عارفين. اللي بستغربه ان الناس كتير جدا بتعدي على المكان ده ومحدش فكر يزوره، ومحدش فكر يعرف عنه حاجة. فلا يعني انزلوا يا جماعة، شوفوا الأماكن دي، تعالوا اتبسطوا وخرجوا، ومش هتدفعوا حاجة، يعني الموضوع مش مكلف، الموضوع ببلاش ببلاش. القباب بقى دي اللي جنب المسجد كانت معمولة عشان يغسلوا فيها الأموات، لأن في الوقت ده كان منتشر في البلد مرض الطاعون. مرض الطاعون كان منتشر جدا في مصر، اللي امر ببنائها كان الامير يشبك. زي ما انتوا سمعتوا بره، للاسف تصوير الفيديو ممنوع في كل الاماكن الاثريه في مصر، وده شيء محزن جدا. ده قبر الملك فاروق هنا، او المكان المدفون فيه هنا في جامع الرفاعي. واضح انه في ناس لسه لحد دلوقتي بتيجي تزور القبر وتحط ورود كمان. الاضاءة هنا وحشة جدا. خلينا نقول ان مسجد الرفاعي بيشبه كتير جدا في التصميم بتاعه مسجد السلطان حسن، وهم تقريبا يعني واخدين الفكرة من مسجد السلطان حسن. يا جماعة والله احنا بنحاول نقدم لكم محتوى محترم جدا يليق بيكم، فابسط حاجة تعملوها معانا ان انتوا تدونا الدعم المناسب. انت ممكن تدعمني بشكل كويس من خلال اللايك او الكومنت او السبسكرايب، ويا سلام تبقى حبيبي جدا لو عملت شير للفيديو ده. اعمل شير للفيديو، خليك حلو. وبكده تكون انتهت جولتنا داخل مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي. وللأسف زي ما شفتوا حصل في الفيديو ان احنا اتمنعنا من التصوير بسبب السياسات الجديدة، انه ممنوع تصوير الفيديو داخل الاماكن الاثرية والاماكن الثقافية والمتاحف بشكل عام. ده كان ثالث فيديو من فيديوهات او من سلسلة فيديوهات الاماكن اللي ممكن تزورها وما تدفعش فلوس كتير. الفيديو ده جاي بعد فيديو مسجد ابن طولون وكمان فلوج القلعه، فلو لسه ما شفتهمش انا هحطهم لك في شاشه النهايه. يا ريت ما تنساش تعمل اشتراك في القناه، اكيد مش هوصيك لازم تعمل اشتراك في القناه دلوقتي حالا. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. سلام. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. سلام.